اشهد يا شريخ، المنتخب الوطني اول منتخب عربي كيتأهل ربع نهائي كاس العالم. اشهد يا تاريخ، سجل يا تاريخ، يا كاتب التواريخ لا تغلق الصفحات. المنتخب الوطني يتأهل الى ربع النهائي، اول منتخب عربي يتأهل الى الربع، اول منتخب عربي في تاريخ كرة القدم يتأهل الى الربع النهائي. احنا فرحانين بزاف بوليد الركراكي وهذا التأهل التاريخي، وديما مغرب وفرحانين وفرحنا بزاف. الدراري دخلوا للتاريخ دابا، المغرب دخل للتاريخ، التاريخ اللي ندخل ليه، والدراري تقاتلوا. حنا فرحانين، المغرب كله فرحان، الدراري الصغار الكبار كلشي فرحان. احنا فرحانين بزاف، وراك قصونا في الدقيقه. بكينا 6 مليون، نعم بكينا 6 مليون، وغدا غنبكيو البرتغال ولا سويسرا، والكاس مغربي ان شاء الله. دون النية تقنا في واحد إيطالي هو وطني، الله ما خيبناش. الحمد لله هذا ما صار ان شاء الله، اللي غير كنتمناو على يتخلل ان شاء الله مجموعه من الانجازات الاخرى اللي ما نالوا الوصول النهائي. فرحانين بزاف، اوني ترو فيير باسكو اوني دي ماروكان، وتخنا فيهم وهما كانوا قد الثقه ديالنا. ميرسي بوكو وان شاء الله الماتش الجاي عندنا امال وغادي ندوزوا ان شاء الله. السلام عليكم. كنا مزيانين الحمد لله، هادشي ما طراش من 86، كنا اول منتخب غيتاهل، وحنا اول منتخب عاوتاني افريقي وعربي غيتاهل الكارت فينال. حنا فخورين بالبلاد ديالنا وان شاء الله مازال خير اكثر. كانت مقابله مثيره، وكيف في الاخر بقيت كندعي الله ووفقنا من الصباح وحنا كندعي وحنا دزنا. مباراه اسطوريه باش تدوز الكارت فينال في كاس العالم. كنشكروا الوليدات كاملين، كنشكروا وليد الركراكي، كنشكروا اللعابه كل واحد بالسميه ديالو، كنشكروا الجامعه الملكيه، كنشكروا هذا الجمهور العريض. احنا ما كيهمناش الاداء، كتهمنا النتيجه، وحنا قادرين اننا نمشيو بعيد ان شاء الله، ولما لا نفوزوا بكاس العالم. منتخب جواهر، وكنشكروا اللاعبين اللي قدموا هذا الانجاز الواعر، وكنشكروا الوليد الركراكي اللي قدم هذا الانجاز. وصافي لونطو ما درنا بحال هذه المباراه. والله الا فرحنا واحد الفرحه اللي كبيره، شحال حنا كنسانو انتصار بحال هذا، والحمد لله. وديما المغرب، وان شاء الله مزيد ديال التاهل والتعلق، وان شاء الله نزيدو نضربو حتى البرتغال، ومرحبا بفرنسا في الطريق، والمونديال في الجيب. تبارك الله عليهم، كانوا في المستوى. فرحانه بزاف، المنتخب كان في المستوى هذا النهار، واخا كنقولوا حنايا غادي نشوفوا من الجهه ديالنا بانه دافع، ولكن هذا هو الحل قدام منتخب كبير مثل اسبانيا، والحمد لله حققنا المراد. حنا الان فرحونا ليكيب ناسيونال، الحمد لله فرحونا من طنجة للقويرة، والعالم كله الحمد لله فرحان. وحنا هاد هدية هادي كان اللي واتلنا نزرعوا الله. عاش مالك، بيب المباراك، بيب المباراك، بيب. وتأهل المنتخب المرة لأول مرة كمنتخب عربي لربع النهاية، وهذا إنجاز تاريخي يسجل مرة ثانية للمغرب. فالمغرب دائما كنسبق على العرب أنه هو اللي اجتاز أول فرقة اجتازت الدور الأول، ثاني مرة كيجتاز الدور الأول، وتأملاتنا اجتاز الدور الثاني، وإن شاء الله غنكونوا النهاية بإذن الله.